السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام، حياكم الله. اليوم معنا فيديو مهم جدا، طبعا أتمنى منكم مشاركة الفيديو لتعم الفائدة على أكبر قدر ممكن. طبعا هذا الفيديو لسكان ولاية اسطنبول التركية، لذلك أتابع الفيديو معي إلى النهاية. طبعا إعلان، هل تعرفوا أن أحد يحتاج إلى معالجة فيزيائية؟ نعم، يوجد الكثير بحاجة إلى معالجة فيزيائية. هل يوجد مراكز في اسطنبول متخصصة في هذا المجال؟ نعم، يوجد مراكز خطوة الإرادة للعلاج الفيزيائي وإعادة التأهيل. طبعا ما هي الحالات التي يتم علاجها في هذا المركز؟ المركز يقدم علاج لكل من الحالات الآتية، هي أمراض الجهاز العضلي يعني ضمور والتهاب العضلات وتمزق العضلات والأوتار، أمراض الجهاز العظمي وهو تأهيل الكسور والإصابات الرضية وتشوهات العمود الفقري، وأيضا أمراض الجهاز الدوراني وأمراض الجهاز العصبي، التهاب الأعصاب المحيطة الديسك والإصابات العصبية الرضية، وأيضا أمراض المفاصل يتم علاجها في هذا المركز، والطب الرياضي وإصابات الملاعب. كل هاي الأمور يتم علاجها في هذا المركز. طبعا أين يقع المركز؟ المركز في ولاية اسطنبول التركية في منطقة بليكدوزو، تمام، مرمرة محل السي. هذا العنوان راح أخليكم أيضا العنوان أسفل الفيديو. طبعا كيف يمكننا الوصول إلى المركز؟ يوجد لديهم خدمة توصيل من موقف حرامي ديري إلى المركز وبالعكس. ما هي تكلفة الخدمة المقدمة في هذا المركز؟ طبعا جميع الخدمات التي يقدمها هذا المركز بشكل مجاني، يعني من دون أي رسوم، هذا يقدمها بشكل مجاني جميع الحالات اللي تم ذكرها في هذا الفيديو، وراح لك إياها في وصف الفيديو أيضا. طبعا كيف أستطيع حجز موعد في المركز؟ لحجز موعد عن طريق الرابط، راح أخلي لك رابط من أجل معرفة كيفية الحجز على الموعد، وراح نحن نشوف الرابط ونتعرف على آلية التسجيل في هذا الموقع إن شاء الله. طبعا كيف يمكنك التواصل معهم؟ هو عن طريق الرقم الواتساب اللي راح تلاقيه أسفل الفيديو. يعني هذا المركز باختصار، طبعا كل الفيديو، أنه مركز يقدم خدمات علاج فيزيائي بشكل مجاني للأشخاص اللي عندهم كمية حماية مؤقتة، طبعا في ولاية اسطنبول تركيا. طبعا مهما كان لك منك تبعها، كان اسطنبول أو فهاي المركز يتم استقبالها. طبعا وبالنسبة للأشخاص عندهم إقامات وهاي الأمور، بدك تتواصل مع المركز، هم راح يفيدونك بهذه المعلومات، لأنه في بعض أشخاص ما عندهم قدرة على العلاج، ما عندهم قدرة على دفع تكاليف العلاج الفيزيائي، لأنها فعلا عم تكلف تكلفة باهظة الثمن. لذلك هذا المركز يقدم لك هذه الخدمات كلها وبشكل مجاني، الله يجزاهم الخير. وبتمنى منكم مشاركة الفيديو لأكبر قدر ممكن مشان تعم الفائدة على الجميع، وراح نتعرف على آلية الحجز في هذا الفيديو، لذلك تابع مع الفيديو للنهاية. طبعا احنا انتقلنا على الرابط اللي موجود في وصف الفيديو، راح تفتح لك بهذا الشكل، تمام. اول شيء مطلوب منك الاسم والكنية مثل ما موجودة بالكملك، تمام، وايضا هون تحط رقم الكملك او رقم الهوية اللي موجود في الكملك. هون تختار الجنسية، تكتب الجنسية، تحدد هون الجنس يعني ذكر او انثى، تحط تاريخ ميلادك مثل ما موجود بالكملك، وتحط العنوان الحالي اللي انت مقيم فيه، تمام، انت في اي دولة مقيم، وايضا تحط هنا العنوان تبعك بالتفصيل، يعني مثل ما موجود فاتورة مي او كهرباء تكتب عنوانك، وتحط رقم جوال يكون شغال ورقم واتساب ايضا اذا كان نفس الرقم حط اثنينته سوا، وتحط هنا جيميل، الجيميل يعني بريد الكتروني تحطه ايضا هنا، وايضا تحط هون نوع الشكاية، تكتب مثل انت من اي مشكلة قامت تعاني، وهون تحديد مكان الالم، تختار انت مكان الالم وين، مثل المكان اللي عم تشكي منه او في وجع، تختار انت المكان مثل موجود حط لك الرقبه، منطقه بين الكتفين، اسفل الظهر والحوض والركبه وكثير من الامور، تختار انت طبعا المكان اللي عندك فيه مشكله، وبعدين تحط هنا تاريخ بدء الشكايه، يعني من امتى انت قام تعاني من هذا المرض او هذا الوجع، بعدين هل يوجد امراض مزمنه، اذا كان معك امراض مزمنه تحط نعم، اذا ما كان عندك تحط لا. يقول لك هل سبق وقمت بزيارة طبيب مختص؟ إذا أنت رحت على طبيب مختص تحط نعم، وإذا ما رحت تحط لا. يقول لك هل خضعت لجلسات علاج فيزيائي سابقا؟ يعني إذا كنت خاضع لجلسات علاج فيزيائي تحط نعم، إذا ما كنت خاضع ولا مرة تعطي لا. هل سبقت أن خضعت لعمل جراحي؟ أيضا إذا كنت مساوي عمليات جراحية تعطي نعم، أو كنت ما أنك مساوي تعطي لا، وإذا عندك ملاحظة تكتبها وتعطي تسجيل، وهم راح يبعثوا لك على الإيميل أو على جوالك رسالة بتاريخ الموعد وكل هاي الأمور. طبعا هذا هو الرابط، وهاي طبعا
جمعية خطوات أو مركز خطوات للإرادة للعلاج الفيزيائي، الله يجزاهم الخير على هذه طبعا الجهد وهذه الأمور اللي قام يقدمونها كلها بشكل مجاني. طبعا بتمنى منكم بس على طلبنا أن تشاركون الفيديو مشان يستفاد أكبر قدر ممكن من الأشخاص، وجميع الروابط والأرقام أسفل الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.